هاد الكيك هذا ماشي بحال كاع الكيكات، الخفه والنشاط والتعليكه كيجي خطير خطير خطير. شوف الوصفه، كنحتاجو 3 البيضات، واحد الفاني، كاسه الملح، كاسه السكر سنيده، ونخلطوا جميع المكونات. ومن بعد كنزيدوا واحد كاس ديال الزيت ونعاودوا نخلطوا المكونات ديالنا. كنزيدوا واحد الياغورت ديال الفاني ونعاودوا نخلطوا ثاني مزيان. هنا بنتي راه كتعاوني. وكنزيدوا الدقيق، جوج كيسان ديال الدقيق وجوج ديال الخمارات، ونعاود نخلط جميع المكونات. وكنصبوا الخليط ديالنا في المول اللي كيكون مدهون بالزبده ومرطوش بالدقيق. وهنا كناخذ واحد الاناء كنديروا فيه جوج تفاحات محكوكين، كنديروا شويه اللوز، شويه ديال الكركاع، شويه ديال التمر، شويه ديال الزبيب، حبه ديال الشكاط، واحد السكر الفاني، ورات معلقه ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. كنخلطوا هاد المكونات كاملهم وكنديروهم فوق الكيك ديالنا، وكندخلوه للفرن اللي كيكون سخون من قبل. كنشعلوا ليه من التحت حتى كيطيب. ومن بعد كنحمروا الكيك ديالنا من الفوق وكنزينوه بالصوص ديال الكراميل، اولا تخليوه غير هكاك اللي بغيتو، وكنقدموه بالصحه والراحه. راه كيجي الكيك زوين بزاف، كيجي يا سلام.